السلفية هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل من خارج هذه البلاد يقول: في قريتنا يوجد مسجد به قبر من الخارج ملاصق له ولا يقدس هذا القبر، هل تجوز الصلاة في المسجد؟ لا، ما دام متصل بالمسجد لا، أما لو كان مفصولا عن المسجد فلا بأس. أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح.